بسم الله الرحمن الرحيم، أتمنى إن كلكم وكل العالم يا رب تكونوا بخير ونتقابل وجها لوجه قريب بإذن الله. أنا النهارده هعمل ريكوردينج لمحاضرة عن الهباتيتس بي فيروس ان تشيلدرن، بيهمني فيها توصيل مسجز، وإحنا بنتكلم مع بعض إن شاء الله هنحاول إن إحنا المسجز دي توصل لكم. This is our children's livers which we want to keep. We want to keep them healthy. وطبعا دي أهرامنا الجميلة، يا رب إن شاء الله يبقى لينا فرص كده إن إحنا نروح نزورها بقى بعد الحظر إن شاء الله. أخبار علاج الهباتيتس بي ان تشيلدرن، يمكن علاج الهباتيتس سي في المحاضرة اللي اتكلمت فيها على فيروس الهباتيتس أصبح دلوقتي فيه كيوراتيف تريتمنت من أول سن 6 سنين وممكن 3 لو افيلبل الفورم المخصوص اللي هو ممكن يتعمل للأطفال في السن ده. طيب ده الهباتيتس بي فيروس زي ما احنا قلناه قبل كده، هو له أنتيجنز كتيرة، له أنتي بوديز بتتعمل، في حاجات ممكن تطلب في المعمل، في حاجات ما ينفعش تطلب في المعمل. قلنا إن ممكن أطلب في المعمل دي اس أنتيجن، وممكن أعمل الاس أنتي بودي اللي احنا بنحبه، لأن الاس أنتي بودي ده نيوترالايزنج أنتي بودي، معناه إن أنا اكتسبت مناعة ضد الفيروس سواء through infection or through immunization. The core antigen cannot be tested in the blood but we can test for the core antibody. وده it's an antibody that does not produce immunity, it's only denotes exposure to the virus. وعندنا كمان دي E antigen اللي بيعني replication العالية قوي، وما نكون E antibody والE antigen يختفي معناه ان there is less replication مش no replication. وعارفين ال DNA of the virus. الجيوغرافيك ديستريبيوشن احنا الحمد لله في الانترميديت زون، ونأمل يا رب ان شاء الله ان احنا يكون في يعني في القريب بقى curative treatment for hepatitis B not suppressive زي اللي موجودين. طيب الـ immunization strategies اللي هي to eliminate the transmission of hepatitis B، ان بقى في universal immunization في الـ infant since birth، والحمد لله احنا من سنة 93 this has been implemented in Egypt. يمكن انجلترا كانت متأخرة عننا جدا 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 في الـ implementation of universal vaccine للـ newborn زي ما احنا عملنا. طيب الـ prevention of the perinatal transmission المفروض ان احنا نقدر نمنعه لو عملنا routine screening للـ pregnant females للـ S antigen، واولاد الناس اللي هم S antigen دول اخدوا الـ immunoprophylaxis بالـ immunoglobulin and the hepatitis B vaccine او الناس اللي هو unknown status يعني. وان احنا نعمل المجموعات بقى اللي هي لم تتلقى الفاكسين. طبعا احنا الفاكسين بقى له كتير جدا من 93، يعني بقى لنا قرب الـ 3 decades بيتاخد، فطبعا ما بقاش في الاجيال الصغيره في الاول قبل اول ما بقى implemented في newborns. ابتدينا نشوف special groups مثلا زي بتوع ال recurrent blood transfusion، بتوع hemodialysis in the adults، الناس ال exposed ان هم يبقى لهم special programs، او ان احنا الناس اللي هم ال unvaccinated adults نتجه ليهم بالهباتيتس بي vaccine. الـ universal immunization against the hepatitis B زي ما قلنا ابتدى by the WHO in 91، واحنا عملنا له implementation في 93. Since then the prevalence has declined، انما ما نقدرش نقول انها راحت خالص، ما زال في اطفال بتولد لامهات هباتيتس بي وبياخدوا this infection from the mothers. ويمكن في 2012 يعني من حوالي 8 سنين كان في publication Egyptian publication by الرزقي et al. وكان فيها الـ perinatal transmission من الـ S antigen positive mothers to their infants كان هو the most important mode of hepatitis B transmission في Egypt. وإن الـ chance إن الطفل اللي هم أمه S antigen positive إن هو ياخد منها الـ hepatitis B تصل إلى 40-90% according للـ E antigen status بتاعتها، ودي طبعا نسبة عالية جدا غير الـ hepatitis C خالص اللي هي بتبقى في حوالي 5%. هنعمل شوية كويزز كده عشان نفهم يعني الماركرز بتوع الهباتيتس بي ده ازاي بنعملهم. لو خدنا حد individual كده ولقينا ان ما عندوش S antigen ولا عنده anti core ولا عندي anti S، نطلق عليه ايه الانديفيديوال ده؟ فكروا معايا كده، هو ما عندوش S antigen، ما عندوش الفيروس الحمد لله، ولا تعرض له قبل كده، ما عندوش core وما عندوش S antibody، يعني ما عندوش immunity. البني ادم ده بنسميه susceptible، يعني ده الشخص اللي لازم يبقى يطعم. هو ما تعرضش للفيروس خالص وما اكتسبش منه اميونيتي ولا تعرض لفاكسين، وبالتالي ده لازم يكون تطعم. البني ادم اللي عنده اس انتيجين نيجاتيف والكور بتاعه بوزيتيف والاس انتيبودي بوزيتيف، ده اخباره ايه؟ ده بني ادم لان عنده اس انتيبودي بوزيتيف اذا هو اميون بس عنده كور بوزيتيف. ده معناه ان الاميونيتي دي جت ثرو انفكشن، سو هيز اميون ديو تو ناتشرال انفكشن. طب امال الشخص اللي ما عندوش اس انتيجين ولا عنده انتي كور وعنده اس انتي بودي بس، ده اميون
انما immune through vaccination. طيب الشخص بقى اللي عنده S antigen positive وكور positive، الكور IgM بتاعه positive والS antibody negative، نقدر نقول على ايه؟ على الستيتس بتاعته دي. الستيتس دي بدل فيها IgM تبقى status فيها current condition، ده acutely infected. طيب والبني ادم اللي عنده S antigen وعنده كور antibody انما الـ IgM is negative والـ anti-S is negative، ده عنده chronic infection. اما لو قلنا ان حد بقى لقينا الـ S antigen بتاعه negative والـ S antibody negative وعنده كور بس، ايه الاحتمالات بتاعته؟ ده عنده كذا احتمال. اول حاجه انه يكون كان تعرض قبل كده previous exposure، جاله infection وresolved، بس resolved من غير ما يجيله immunity، انه يكون فولس بوزيتيف وفي فولس بوزيتيفيتي عاليه في الانتي كور، عشان كده نلاقي حد عنده انتي كور لوحده لازم عيد، ما اقدرش اخدها بقرايه واحده، او عنده الاس انتيجين بتاعه از اوف فيري لو ليفل، عشان كده مش بيتشاف كل مره يتحلل، او ان هو جاله اكيوت انفكشن برضو اند ات از ريزولفينج، الكور اي جي ام اختفى والانتي بودي الكور انتي بودي موجود. طيب في اذر ديفينيشنز ممكن نعرفها. الديفينيشنز الثانيه اللي عايزين نعرفها ايه اهميتها؟ اهميتها اما نيجي نقول فلان ده هيتعالج من الهيباتيتس بي او لا. بنستخدم فيها اذر ماركرز بقى غير الاس انتيجين والانتي كور والانتي اس، احنا كنا مستخدمين ثلاثه بس، هنستخدم هنا حاجات اكتر شويه. هنبتدي نعرف حاجه عن الاي انتيجين والاي انتي بودي ستاتس، وهنحب نعد الكوبيز بتاعه الفايرال دي ان اي، وهنحب نشوف الاي ال تي بتاع العيان اللي هو بيقول فيه انفلاميشن في الهيباتوسايت ولا لا. في عندنا اول حاجه اسمها immune tolerant، واحد عنده infection والinfection دي فيها replication مهول جدا 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 وعدد الفيروس كبير قوي، انما مفيش inflammation. So it's an infection without inflammation. An infection without hepatitis. يعني الاس antigen positive والكور positive، عنده E antigen positive يبقى replication بتاعت الفيروس عاليه جدا فوق ال 20,000 ونورمال ALT. وفي واحد اميون اكتف، الاميون اكتف ده عنده الاس انتيجين بوزيتيف والكور بوزيتيف والاي انتيجين بوزيتيف والدي ان اي عالي وعنده اليفيشن في الاي ال تي بتاعه اكتر من 6 شهور. وفي واحد ان اكتف كارير، الاس انتيجين بتاعه بوزيتيف هو والكور، انما الاي انتيجين بتاع الريبليكيشن ده بقى نيجاتيف واصبح عنده انتي بودي، الفايرال دي ان اي كميته قلت وعنده نورمال اي ال تي، ده عنده كرونيك انفكشن without inflammation وهو في status carrier. واما اللي عنده بقى an S antigen positive و core positive انما ما عندوش viral replication بال E antigen بتاعه وال E antibody positive و elevated ALT اكتر من 6 شهور، فده بنسميه the E antigen negative chronic hepatitis، وده غالبا بيكون بميوتنت ما هواش بال viral يعني ال wild virus العادي. طيب ايه بقى كانت هي الاسبيجن جايد لاينز فور ذا هيباتيتس بي تريتمنت، واخر جايد لاينز هي اللي كانت بتاعت 2013. احنا بنقول ان احنا عندنا اربع انواع من الاشخاص، واحد اميون توليرنت عنده فيروس كتير جدا جدا واي انتيجين بوزيتيف انما الاي ال تي بتاعه نورمال مفيش اي انفلاميشن، واحد اميون اكتف عنده اي انتيجين بوزيتيف وريبليكيشن عاليه جدا وانفلاميشن بدليل ان الاي ال تي عالي، واحد ان اكتف كارير في ستيت كده الدنيا هاديه الاي انتيجين نيجاتيف وعنده عدد الفيروسز قليله والاي ال تي بتاعه نورمال، وعندنا اللي عنده اي انتيجين نيجاتيف وكرونيك هيباتيتس بقى وفي انفلاميشن واي ال تي عالي. فقالت لك الاميون توليرنت اللي هو عنده نورمال اي ال تي ده بالرغم ان الفيروس كتير جدا وريبليكيتد ده ما ياخدش عليك. طيب واللي عنده اميون اكتيف فيز فيها persistent elevation of the ALT اكتر من 6 شهور واي انتيجين بوزيتيف ده يتعالج. طيب الانكتيف كارير اللي هو الاي انتيجين بتاعه نيجاتيف ومش بيطلع فيروسز كتيره ونورمال اي ال تي ده نو تريتمنت. طيب واللي عنده اي انتيجين نيجاتيف كرونيك هيباتيتس ده عنده ايتس اليفيتد انزيمز اكتر من 6 شهور بالرغم من الاي انتيجين بتاعه نيجاتيف انما عنده انفلاميشن فده يتعالج. كويس قوي. طيب احنا بقى بنقول على الاي ال تي العالي ده عالي اكتر من قد ايه؟ عالي اكتر من ال upper limit of normal اللي هو 40، انما في ناس بتقول ان اكتر من ال 40 ده عالي شويه على الاطفال، وان الاطفال المفروض ان الاي ال تي بتاعهم
يبقى within مثلا the range of 22 للبنات والصبيان 25، يعني ال 40 لوحدها دي تعتبر عاليه. وعشان كده احنا مش بنلاقي اطفال كتير محتاجه تتعالج، لو لقينا هنلاقي الاي ال تي بقى 39 و38 دول ممكن ما يحتاجوش. طيب احنا لما جردنا 103 كيسز من الكرونيك هيباتيتس بي موجودين عندنا وفي معهد الكبد، لقينا ان الاميون توليرنت فيز دي في نص الحالات، الاميون اكتف دول حوالي ربعهم، الان اكتف كارير حوالي 10%، وما عندناش حد خالص في الاطفال اللي هو في الاي انتيجين كرونيك هيباتيتس دي. يمكن بتبقى مجموعه موجوده في الادلتس اكتر من نتيجه ان الفيروس بيتحور ويتحول لميوتنس، ودي بتاخد وقت من العمر. وفي ناس unclassified ما بيخشوش في classification دي حوالي 12%. إذا مين اللي هنقدر نعالجهم؟ إحنا ممكن نعالج الإيميون أكتف والإي أنتيجين نيجاتيف، ودول ما عندناش منهم أي حاجة. إذا ربع الأطفال بس هم اللي ممكن يتلقوا علاج، اللي هم infected with hepatitis B عندهم S antigen positive، دول بس ربعهم ممكن اللي يتعالج. طيب is it a prerequisite ان احنا نعمل ليفر بايوبسي؟ الحقيقه لغايه اخر ريكومنديشنز في prerequisite للليفر بايوبسي في الهيباتيتس بي تريتمنت، عكس البريريكويزيت في الاتش سي في اتشالت منها خالص البايوبسي از بريريكويزيت. طيب احنا دلوقتي قلنا ان احنا عندنا الناس اللي عندهم الاي انتيجين بتاعهم بوزيتيف، معناه ان هم ريبليكيتنج جدا، جزء منهم الاميون توليرنت اللي هم 50% عندهم نورمال اي ال تي، they are not candidates ان احنا نعالجهم خالص لان هم نون ريسبوندرز وريزيستنت. انما لو عندنا بقى اي انتيجين ومعاها بيرسيستنت اليفيشن في الاي ال تي اكتر من 6 شهور ودي ان اي عالي، دول بنسميهم اميون اكتف ستيتس، دول 25% من الكانديديتس، دول they are candidates to. لو خدنا المجموعه الاي انتيجين نيجاتيف هنلاقي ان في بعضهم اللي هم عندهم نورمال اي ال تي وبنسميهم نورمال اي ال تي ودي ان اي قليل، دول بنسميهم ان اكتف كاريرز، دول نوت كانديديتس تو تريتمنت. اما المجموعه من الاي انتيجين نيجاتيف اللي عندها اليفيتد اي ال تي ودي ان اي عالي والاي انتيجين نيجاتيف كرونيك هيباتيتس، ده ذس از ا رير كونديشن ان تشيلدرن اند ذي ار كانديديتس فور تريتمنت، بس مش موجودين في الاطفال اصلا. اذا التريتمنت في الاطفال هنلاقي ان الاطفال اللي هي يقع عليها يعني انها ممكن تتعالج من الهيباتيتس بي، تاخد علاجات الهيباتيتس بي المتاحه، دول قليلين جدا حوالي ربع الحالات. فالاطفال دايما عندهم توليرنس للهيباتيتس بي، they do not get inflamed، وبالتالي without inflammation فما فيش تريتمنت. نص الحالات بتبقى في الاميون توليرنس ستيت، عشان الايرلي اكوزيشن اوف هيباتيتس بي هم بيتلقوه بدري قوي قوي، هم بيتولدوا وهم الاميون سيستم بتاعتهم نايمه، وبالتالي بيخشوا في الاميون توليرنس ستيت وتفضل الاميون سيستم مش شايفه الهيباتيتس بي، وده نورمال اي ال تي وفيرال لود عالي جدا، بس ستيل they might develop HCC and cirrhosis later in life. فبرضه هم بالرغم ان هم شكلهم دلوقتي ما عندهمش انفلاميشن، انما الليفر اللي مش انفلامد ممكن يحصل عليه اتش سي لان اتس دي ان اي فايروس. طيب اوتسايد ذا جايد لاينز بقى ممكن نعالج الدي كومبنسيتد، ده مش بنشوفه في الاطفال. اللي عندهم فاميلي هيستوري اوف سيروزز او اتش سي ممكن نديهم تريتمنت، عندهم اسوسيشن اوف هيباتيتس سي او اتش اي في او اتش دي في او جلوميرولونيفرايتس من الهيباتيتس بي، او حد هيبتدي اميون سبريشن فممكن نديله تريتمنت للهيباتيتس بي، اميون سبريشن لاي سبب اخر. طيب ايه التريتمنتس المتاحه للاطفال؟ الكونفشنال انترفيرن، مش البيجيليتد حتى اللي بقينا نستخدمه في الاتش سي في قبل ما تظهر الدايركت اكتنج انتي فايرال دراجز، اللاميفيودين وعنده مشكله كبيره قوي انه بيعمل ميوتيشنز، الاديفوفير وده ممكن فوق 12 سنه، والانتيكافير فوق 3 سنين. الانترفيرن زي ما قلنا الابروفد هو الكونفشنال انترفيرن، وده ميزته ان هو بيستخدم لوقت محدد 6 شهور، ما فيش ريزيستنس بتظهر له بس له سايد افكتس كتير وما بقاش افيلبل في الايجيبشن ماركت. النيوكليوزايد او نيوكليوتايد انالوجز بيحصل لهم ريزيستنس، بتستخدم بقى المدد الطويله ما احناش عارفين هي قد ايه، سنين قد ايه، والقصص بتاعتها عاليه. وعشان كده احنا بنرجع نقول ان الهيباتيتس بي ان تشيلدرن، اولا عدد اللي هيتعالجوا اللي يعني اللي لهم ممكن الكاركترستكس او الاطفال اللي بيتعالجوا قليلين جدا، وهيفضل منهم جزء بيعدي المجتمع، وممكن I can prevent the perinatal transmission and we still lack a national strategy كاملة في عشان كده الهيباتيتس بي ان بريجننسي ابتدى يبقى له دور ان احنا نعمل على الانفكشن، لان هل البريجننسي بتخلي الهيباتيتس بي ريبليكيت اكتر الستيتس بتاعة الاميون سيستم بتاع الام، هل ده ممكن يعمل لها بعد الدليفري يحصل لها هي فلير، ايه الايفكت بتاع الانتي فايروس على المذر وعلى النيونيتال اوت كام، والاميونايزيشن اوف ذا نيو بورن هل اللي احنا بنعمله كامل ولا ستيل ناقص. الاستراتيجيز دي
نقول ان في بلاد يعني اخذت استراتيجيز مختلفه. الكومبينيشن بتاع الاكتيف والباسيف ايمونايزيشن ات بيرث، ان احنا نعمل ماتيرنال سكريننج، ده اللي هو الكلاسيكي جدا، نعمل ماتيرنال سكريننج في اللاست تريمستر، نشوف الاس انتيجين والاي انتيجين ستاتس بتاعتهم، كل النيو بورنز ياخدوا الفاكسين، والناس اللي هم عندهم اس انتيجين واي انتيجين يعني الام دي معديه قوي قوي قوي، هي دي اللي ابنها ياخد الايمونوجلوبولين مع الفاكسين. وهنا في الحاله دي في increased expenses للتست، لان هعمل الام 2 تيستس، انما قصادها انا هقلل الاكسبنسز بتاعت الفاكسين، لان انا مش هدي للي امهاتهم اي انتيجين نيجاتيف. دي اللي هي تايوان اكسبيرينس. في بقى الاذر كومبينيشن، ان الامهات الاس انتيجين بس في اللاست تريمستر بيتعمل لهم تيست واحد، وفي الحاله دي الاطفال بتوعهم يتلقوا الفاكسين والايمونوجلوبين ودل 12 ل 24 ساعه من الولاده. ده هيسيف الكوست، انا هعمل تيست اقل الامهات، هعمل تيست واحد اللي هو الاس انتيجين، مش هعمل اي انتيجين فبقلل التكلفه بتاعته، بس بزود الكوستس اوف ذا ايمونوجلوبين. واللي ما عندوش نون ستاتس للام المفروض ان هو يعامل نفس المعامله. الحاجه الثالثه ان احنا دي جربوها برضو في لو في low prevalence، احنا intermediate prevalence و limited resources، ان هما يعملوا 0-1-6 immunization it has a lower cost و succeeded in Thailand، وده يمكن اللي احنا اتبعناه، بس احنا بنأمل برضو لان احنا في intermediate prevalence ان احنا نجو for screening of the mothers عندنا national program. طيب الامهات اللي عندها mild disease و low DNA level اللي عندهم chronic inactive hepatitis B، دول يكملوا البريجننسي بتاعتهم وبعد كده يدوهم الانتي فايرال بعد ما يولدوا. الامهات اللي عندهم مادر ديزيز وداوت سيروزس، دول ممكن ياخدوا انتي فايرال اثناء الحمل ويوقفوا يعني قبل الحمل بتاعهم ويوقفوا ديورنج الحمل. والايزل جايد لاينز على الانتي فايرال ثيرابي ديورنج بريجننسي بتقول ان الامهات بقى السيروتكس دول لازم ياخدوا قبل وديورنج وافتر البريجننس بتاعتهم، اللي ممكن يحصل لهم فلير وده يضيعهم بعد الولاده. الامهات اللي عندها مايلد ليفر ديزيز وعندها دي ان اي عالي قوي اللي بنقول ان هم زي الاميون توليرنت، دول المفروض ان هم يريسيف الانتي فايرال ايجنتس في اللاست تريمستر اوف بريجننسي عشان نقلل الفايرال لود، وده ممكن يقلل الانسيدنس بتاعت انفكشن اوف نيو بورن. الابازل بي ريكومند ان يحصل بروفيلاكتيك انتي فايرال ثيرابي للامهات في جينيك بريجننسي اللي عندهم هاي. المود اوف ديليفري ما بتفرقش ان احنا السيزاريان او الفاجينال، برغم ان هم لقوا ان الاي انتيجين بوزيتيف ماذرز اللي هم عندهم اللوجز عاليه جدا من الهيباتيتس بي ممكن ان ده تريديوس الفيرتيكال ترانسميشن، انما ما هياش حاجه يعني متفق عليها ان احنا نغير المود اوف ديليفري عشان الهيباتيتس بي ستاتس. اللاكتيشن زي ما قلنا في المحاضرة اللي قبل كده ان احنا بنشجع الامهات الهيباتيتس بي ان هم يرضعوا so long ان هم عندهمش cracks او bleeding from the nipples، ولو في cracks بناخد البريكوشنز بتاعتنا ونوقف من النيبل اللي هي bleeding دي line bleeding. ومن كده نقدر نختصر ان في البيدياتريك هيباتيتس بي prevention is better than cure. children اللي هيجي لهم الهيباتيتس بي من امهاتهم اللي هم ممكن يقعوا ما بين 40-90% من الامهات البي positive، لازم نقللهم جدا جدا، يا اما بعلاج الامهات اثناء البريجننسي او ان الامهات دي يبقوا سكريند والولاد دول يتلقوا الفاكسين اند ايمونوجلوبولين ات بيرث علشان نقلل اعدادهم، لان الاطفال اما بيكتسبوا الهيباتيتس بي فيري ايرلي ان لايف دي بيكام ايميون توليرنت، عندهم الفيروس ريبليكيتنج عالي جدا جدا وذاوت انفلاميشن، وفي عدم وجود انفلاميشن الفرص بتاعه العلاج ضعيفه جدا جدا جدا، وبالتالي احنا نتمنى للاطفال دول ان هم ما يتعدوش احسن عشان الكيور بتاعهم از ا بيت ديفيكلت ان احنا نعالجهم ان هم ديفلوب كيور. واحنا هنا بندق خطر in an urgent call for a national strategy for the prevention of perinatal transmission of hepatitis B and thank you very